a bit morning. بس اليوم it's just not at أبدا. Today welcome to another vlog. Today vlog I'm just gonna vlog some of the things that I do. أنا مريضة. I've been sick for about 3 days. أشربت كوفي. تحاول شوف شيء أكله أول شيء. Use the lighting. I don't think it's the best. So اليوم شوفوا اليوم I have a really big to do list. كان أول شيء عندي وعيت الصباح شربت قهوة. عندي business call خلصته. هلا بدنا نروح على أماني. We have a collaboration مع makeup artist. حتعملي my makeup, حتعمل أمانيز makeup وحنتصور. الساعة هلا 2:14 نكون عندها at 4 يعني. Dinner أنا وأماني وبعدين we're gonna grab coffee وحط makeup. هاي حتى هيدول اللي لسه بتاع سنين. المهم I'm gonna prep the skin وحبعمل my hair. عم رتب وجهي وكتير منيح هيك. By the way مسافرة على تايلاند بنص رمضان. I think B23 أماني بيكون بتايلاند. Exciting. The new updates. الفيديو نزلته يعني هو ثيرابي داي وهيك صار شكلي. شوفوا اماني وين اماني عامله باي. لا بعمل باي بس عم شوف لك انا عم شوفك من مالتين. ماتشا ماسك هو اكني تريتمنت وهيك لك يا سميتك سما ما بيناسبك الا نجم تلوى ما لحفز كل شيء بجسمك. هلو ايفريون. فخلصنا ما بعرف كيف خلصنا على الوقت ومش على الوقت حتى الساعة هلا 4:14 ما بعرف إذا حنقدر نوصل ب 14 دقيقة. المهم ريلي تشيل أوتفيت بس أنه هيك أسود بحيث لأنه مهم. هاي ويب هلا وير أون أور واي بحكيكم بس بصل. أول ساعة عم نلف مش عم نلاقي المحل. صار لنا ساعة تأخرنا. شوف قد صارت ساعة نحن قلنا ثلاثة مسيب ونحن بعدنا ما لقينا المحل بس المفروض لقيناه هلا يعني رايحين لاخر مرة. هلا اصلا صفيتها جوا. انا ولا فكرة بس عم نقول ما نسى الوقت. يعني ما بعرف شو. جايز انا خلصت ماي ميك اب. جينا يومين. واو خلصنا الميك اب بجنن. الصبية اللي عملنا معه بتجنن عن جد. كتير كنا متأخرين قطعوا 3 ساعات تصوير وميك اب وما حسينا فيهم. كانوا كتير حلوين وهلا عاملينهم بلبنان فعالية لرمضان كتير حلوة. مثل خيمة رمضانية. امشي مثل خيمة رمضانية. فبدنا نشوف الفايب بدنا نشوف اذا بلشوا اليوم ولا لا لانه بعد ما بلش رمضان يعني. هي هون بس اي دونت نو اذا بلش ولا لا بس كانه في عالم بس اني فتحوا من هلا. سو دوام منطلع من ال 11 ل 3 الصبح وقت السحور يعني. فكتير حلو كتير كتير والله. سو هابي يعني. شوفوا حاحط لكم هي اكونت بالديسكربشن بوكس. الميك اب عن جد كتير حلو. طالبين كتير اكل حسيت. ذاتس حقيقة حقيقة. هاي إلك
انا بعدني unpacking. ولا انتوا شايفين بطرفكم guys, جبت الفاهيتا يلي كانت على بالي, واذا اختفيت عنكم that's probably لانه طفى التليفون. شوف مجنون كثير. بتعرفي شو اصعب؟ تكوني ما بتعرفي تاكلي الا تكون خلص السيجارة كثير. هلا بدي بلش, رح بلش بالتشيكن ساب. طيبة. مورنينج ليكي, افتحوا السقف كله. مورنينج ايفريوان, اليوم يوم جديد. اليوم نحن الخميس, يوم الخميس. امبارح بالليل ما بعرف ما صورت لكم بعتقد, بس رجع انستغرام اماني الحمد لله. كان اكونت مبند والحمد لله هلا مفك البان ومش الحال. فطرت الصبح وبدي اروح اشرب قهوه, كز بعدنا ما شربنا قهوه, بدنا نخلص كل شيء. قوي أنا أمي اللي مر معك شو تري؟ ليش كنت مفكرين إنه أنا مفوت؟ طلعت من المحل ونسينا ندفع. كتير كان بضحك جانا رجعنا لدفعنا. أذكرني. كنت حالي دفعت أول شيء. شفت قهوتي. I got white mocha. I love it. Hello everyone. كيفكن؟ فبلش الفلوج اليوم قبل نهارين من رمضان, صار يوم السبت, بكره الاحد الاثنين رمضان. فخلونا نشوف كيف حنقضى هاليوم, شو حنعمل بهاليومين. اول شيء I have a lot of work to do. امبارح كان Women's Day فعملنا كثير اوفرز على جلوسبوس, فبدي اوصل الاوردرز كرمال هيك يوصلوا مع يعني هيك ما يتاخروا كثير الاوردرز. المهم فعندي اوردرز بدي اوصلهم للدليفري لا يبعتهم للزباين. فنروح نجيب قهوة ونشوف شو بدنا نعمل. سيبونة رمضان بيقولوا لها تلبسي شيء كتير مريح, لأنه عن جد يعني ما قلت جلادي إنه لبسي هودي وسويت بانس وهيك هيدي الباك إنه هيك فور بينك وبس, عملت ميك اب وهيك. أماني أنا طول حياتي بضل ناطرة أختي أماني. I always keep on running when everybody waits. أنا كل يوم بوعي أختي أماني وبكتب لها على هير كوفي, كل يوم على هير كوفي مثلا 18 days left, 20 days left حسب, لأنه عيد قرب. فاين آخر يوم قبل رمضان هلا, ما مش أكيد إذا بكرة ولا لا, بس على الأغلب بكرة. حبيت معكم كل مرة بنسى, المرة الجاية لما رح أفتح لايف جايز We are ready for سيبونة رمضان. قبل رمضان بيوم ما بنقعد بالبيت وهيك بيقولوا لنا سيبونة رمضان. ف I am ready. صار لي 3 شهور on extensions, اليوم اول يوم بلا extensions. بذكر انه افتح لايف. I always keep on running when everybody waits. ابدي لي عبيبي اللي بيجيني بدي اتعبيك في الوقت. Following this heart of mine through every stormy day. Hey, hey. Reaching for the stars and dreaming all the way. Climbing high over the odds, these walls won't make me stay. It's what makes me feel alive.